احصائيات ومعلومات، كيف بقدر اطلع وقف واحكي واثقه من حالي، وقفتي ثابته، صوتي ثابت، كيف بقدر اثر بالناس بطريقه كثير سلميه خاصه حاليا. نحن كثير محتاجين لحتى نكون واعيين كيف نقدر نحكي ونتعلم، كيف نقدر نعطي راينا بطريقه كثير ايجابيه، كثير يقدر العالم يستفاد من راينا. قدرت اتعلم كيف احترم راي غيري بدون ما انقله، بدون ما صرخ عليه وما بعرف شو. طبعا في قيود في مبادئ مشاريعيه، هذول كلها تعلمتها. وكثير بتمنى، كنت بتمنى لو يكون في كثير ناس لسه او فئات عمريه غيرنا تقدر تستفاد من الشيء اللي عم بيصير او من هالورشات. بس اكثر شيء استفدت منه اول شيء تقنيات البحث، لان انا ما كنت بعرف عنها، يعني كنت لما بدي ادور على شغله كثير قلت وين وكيف وما بعرف. تقنيات البحث، واكثر شيء حبيته انه الاشخاص كلهم الموجودين هون قدروا يتقبلوا بعض، قدروا يوصلوا لبعض افكارهم صح. المناظره اللي دخلنا فيها اسلوب رائع واسلوب راقي واسلوب بيعلمنا كيف نقدر نصنع حوار لنفسنا، حوار لحالنا. فينا نستفيد من مغطى الجسر. بعدين انا بحب اقول شغله، انه ما في حوار بدون مناظره، بدون مناظره ما في حوار. انا اسمي ماهر عيسى، منسق مبادره مبادئ الحوار والمناظره. اذا بتحكي هي المبادره كيف طلعت؟ بلشت أدرب هذا التدريب بال 16-17 كان عمري، كثير كان الأسر كبير علي، صنع مني شيء كنت بطمح أكونه يوما ما. فمن وقت أخذت عهد على حالي إنه أنا بدي أحاول أنشر هذا الشيء قد ما بقدر لأقدر أوصل هذا الأثر لأكبر عدد من الأشخاص. بعد ورشة مواطنة فاعلة بعرفت كيف ممكن أقدم مبادرة، قدمت المبادرة واحتضنت. اول ما بلشنا كفريق مبادره كان عندنا تخوف انه يا ترى قديش احنا ممكن نقدر نوصل هذا الاثر وهذا الاحساس اللي حسيناه للاشخاص، خاصه انه احنا عم نشتغل مع اكثر من فئه عمريه. نيجي نحكي اطفال 9 سنين مثلا او يافعين بعمر 16-17 او حتى كبار فوق 18 سنه. عم نشتغل باكثر من محافظه، اشتغلنا اللاذقيه، الشام، قريبا طرطوس، مصياف. فكان في تخوف كثير كبير انه نحن يا ترى قديش قادرين نوصل هذا الاثر للاشخاص، قديش خلوني يعيشوا نفس الشيء اللي عشناه. بعد ما بلشنا ندرب ونشتغل شفنا كثير من هي القصص، شفنا عالم كثير حبت هذا الموضوع وبلشت تشتغل فيه وتبحث عنه، وكثير كان عندها رغبه تشتغل. بلشنا نحس نفس الاحساس اللي حسيناه، بلشنا نشوف نفس الاثر اللي كنا نحن نطمح نوصل له. هذا الشيء خلانا نكفي شغل لقدام اكثر، نطور حالنا، نطور ماده تدريبيه، نحاول نشتغل قد ما يمكن لنوصل هذا الشيء بأحسن صورة. هلا إذا بدي أحكي مبادئ الحوار والمناظرة بالحياة، بتكون أنا عم بطرح فكرة، عم بحكي مع شخص فهو بيعطيني رأيي، أنا بعطيه رأيي، هذا المناظرة. فالحياة هي مناظرة بس كبيرة شوي.